ملي في هذه اللحظات. هادي رفعت حارس مرمى فريق النادي الاهلي لكره اليد الحارس العملاق. مبروك يا هادي الفوز بالبطوله، كانت بطوله صعبه بالنسبه لكم في ظل ظروف كتيره خضتوها خلال الايام الاخيره. الحمد لله، طبعا هي صعوبتها والله، بس في الضغط يعني اللي اتعمل علينا بعد ماتش السوبر، يعني يمكن حتى نفسيا يعني، بس الحمد لله يعني ربنا، يعني احنا اي فرقه بتخسر وبترجع تلم نفسها تاني وبيبقى نبص للهدف اللي بعديه على طول. ربنا الحمد لله كرمنا في حاجه زي كده، وكان لما قعدنا نتكلم مع بعض كان اهم حاجه ان احنا نبقى مركزين في اللي بعد كده. احنا لسه عندنا بطوله افريقيا ولسه عندنا دوري وكاس، فشيء مهم ان احنا لازم البطولات دي نكسبها ان شاء الله وبس. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا في حاجه زي كده الحمد لله. سكور المباراه النهائيه، البعض يقول المباراه كانت سهله، لكن المباراه بالنسبه لكم شفتوها ازاي او اشتغلتوا عليها ازاي؟ لا بص اقول لك على حاجه، هي الفكره ان احنا الفرقه دي اللي احنا لعبناها في دور المجموعه، ف هي الفكره اللي انت يعني احنا بنتعامل مع كل المباريات زي بعض، يعني اقوى مباراه زي اضعف مباراه بالنسبه لنا. احنا بنتفرج على الفرقه دي يعني على اي فرقه وبندرسها كويس وبنشوف نقط القوه وبنلعب عليها وبنوقفها بقدر الامكان يعني، وربنا طبعا بيوفق. ونقط الضعف بنحاول نستغلها اذا كان في الهجوم او في الدفاع يعني بس. فالحمد لله يعني احنا قدرنا من اول الشوط كنا مركزين جدا ان احنا نفرق في الشوط الاولاني، والحمد لله قدرنا يعني نمشي السيناريو زي ما احنا عايزين، والحمد لله ربنا وفق الحمد لله. مبروك يا هادي.